أنا أبغى أتكلم عن تدخل تركيا في شؤون العرب. أنا ما أعرف أن شو مصلحة تركيا في تدخل بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي. أن وقوف تركيا مع قطر ضد مجلس التعاون الخليجي هذا سيسفر ونتائجه بتكون وخيمة جدا على الشعب التركي. الشعب التركي النشيط اللي يعمل معنا في دولة مجلس التعاون الخليجي، ويجب علينا نحن في مجلس التعاون من اليوم ورايح عدم التعاون مع أي شركة أو أي فرد تركي في الاستثمار والعمل، حتى التوظيف ما يجب أن نوظفهم، وما يجب علينا أن هذا، ويجب علينا أن شعبنا في مجلس التعاون عدم الذهاب إلى تركيا. ونتمنى إن شاء الله البلاد دولة الإمارات الأمن والأمان شعبا وقيادة.